بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا وسهلا، أهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة جديدة هنسميها Biostatistics 101. أشهر سلسلة عندي على اليوتيوب اسمها Research 101، ومن ضمن أشهر الفيديوهات برضو على اليوتيوب كان فيديو عن الستاتستكس، لخصت فيه الستاتستكس لمدة 30 دقيقة، فقررت أن أنا أصور سلسلة كاملة إن شاء الله بشرح فيها الستاتستكس. الهدف من السلسلة أن في ناس كتيرة جدا قابلتهم، سواء في الكونفرنسز اللي بحضرها، سواء في الوركشوبس اللي بنقدمها أونلاين وركشوبس وأوفلاين وركشوبس، حتى في السيرفيس اللي بتطلب مني، أغلب الناس بيكون عندهم هاجس كبير أو عندهم تخوف كبير من الستاتستكس. إما أنه هو مثلا شاف كورس على الفيسبوك مشهور جدا فدخل يتفرج على الكورس، لأن هو الكورس كله ماثماتيكس ورياضة وهو حاسس أنه ما بفهمش في الموضوع ده وحاسس أن في عقدة للموضوع. ولكن إحنا نحاول بقى نبسط البيوستاتستكس بشكل بسيط زي ما احنا تعودنا على القناة، لان البيوستاتستكس مهمة جدا لكل الناس. لو انت عايز تقرأ ابحاث علمية بشكل صحيح لازم تتعلم statistics، لو انت عايز تتعلم الداتا ساينس، الداتا اناليسز، البيوانفرماتيكس، الحاجات الحديثة دي كلها يبقى لازم تتعلم statistics، لو انت عايز تشتغل في ريسيرش، في systematic reviews، في ميتا اناليسز لازم برضو تتعلم statistics. وبالتالي السلسلة دي ناس كتيرة جدا منتظرها بقالها فترة طويلة، حبينا ان احنا ان شاء الله نقدم فيها جودة كويسة، نعمل بريزنتيشنز كويسة، هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن. علشان كده ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان ان شاء الله ننزل فيديو بمعدل اسبوعي، فاشترك في القناة وفعل الجرس وخلينا بقى نخش في المقدمة ذات نفسها. يلا بينا. حبينا ان احنا نعمل لكم زي برزنتيشن كده كرييتيف، لحد عايز برزنتيشن دي ويدعم القناة، البرزنتيشن دي هتبقى يعني مدفوعة على الويب سايت واللينك في الديسكريبشن. خلينا نقول ان الستاتستكس احنا قسمناها لجزئين، جزء اسمه ديسكريبتيف ستاتستكس، جزء اسمه انفرنشال ستاتستكس. ديسكريبتيف دي معناها ان احنا بنوصف الداتا ذات نفسها، يعني احنا جمعنا داتا واحنا حابين ان احنا نوصف الداتا دي بنعملها ديسكريبتيف ستاتستكس، وهنوضح الكلام ده بالتفصيل. الانفرنشال ستاتستكس، خليني افهمكم يعني ايه انفرنشال ستاتستكس. على سبيل المثال لو احنا عايزين نشتغل على الناس اللي هي عندها سرطان الكبد، على سبيل المثال هنفترض ان عدد الاشخاص اللي عندهم سرطان الكبد في مصر 100,000 شخص، فهل احنا هنقدر نجيب 100,000 شخص دول ونعمل عليهم تجربة، نجرب عليهم دواء جديد؟ فالإجابة هي لا، صعب جدا ان احنا نجيب الناس كلها اللي عندها ليفر كانسر في ايجيبت واحنا نعمل عليهم التجربة. طيب ايه الحل؟ ان احنا بنعمل سامبل سايز، او بنعمل سامبل او مجموعة معينة. على سبيل المثال هناخد 100 شخص. طيب الانفرنشال ستاتستكس دي معناها ايه؟ معناها ان انا هعمل تجربة على 100 شخص وهعمل انفر او هعمل ريفيرنج لي البيج بوبوليشن او البوبوليشن الاساسيه، ده كده اسمه انفرنشال ستاتستكس. الديسكريبتيف ستاتستكس هنتكلم فيه عن شويه حاجات، مثلا عن الداتا تايبس، ودي حاجه الناس كلها عارفاها ان في نوع من الداتا اسمه كاتيجوريكال، نوع اسمه نيوميريكال، هنشوف الكلام ده بالتطبيق. تاني حاجه نتكلم عن سنترال تندنسي. من ضمن الحاجات الصعبه في الستاتستكس الناس بتحط مسميات كبيره، ولكن السنترال تندنسي دي باختصار اللي هي المين والميديان والمود، وهنشوف التفاصيل بتاعتها في الفيديو التاني ان شاء الله. تالت حاجه هنتكلم عن الميجر اوف ديبريشن، وده مثلا هنتكلم عن الرينج، الفاريانس، الستاندرد ديفيجن. ناس كتيره جدا بتحس ان موضوع الستاندرد ديفيجن ده موضوع معقد، ولكن احنا هنحاول نبسطه. وبعد كده الديستريبيوشن، النورمال ديستريبيوشن او البول كيرف، وحاجات كتيرة متعلقة بالدسكريبتيف ستاتستكس هنبدأ بيها في السلسلة بتاعتنا إن شاء الله. بعد كده هنتكلم عن الانفرنشال ستاتستكس، زي مثلا السامبلينج، ازاي نعمل سامبل سايز كالكوليشن، زي مثلا البوبوليشن مين، الستاندرد ديفيجن، زي مثلا موضوع مهم جدا اسمه الهايبوثيسيس تيستينج، نسمع عن نال هايبوثيسيس، الترناتيف هايبوثيسيس، دي كلها يعني عنصر مهم جدا. نسمع عن كونفيدنس انترفال، بنشوفها في كل الابحاث العلميه، تلاقي ان هو 95% كونفيدنس انترفال، فالكلام ده معناه ايه. مثلا حاجه اسمها البي فاليو، ده اللي هو السيجنيفيكانس تيستينج، ريجريشن اناليسز زي الريجريشن موديل، لينير ريجريشن، نسمع عن الانوفا، نسمع عن بروبابيليتي ديستريبيوشن. كل الحاجات دي كلها تبع الانفرنشال ستاتستكس اللي احنا هنحاول نغطيها في السلسله دي بعد الديسكريبتيف ستاتستكس ان شاء الله. ناس كتير بقى هتيجي تسالني ايه هو افضل برنامج ان احنا نشتغل عليه يعني الستاتستكس. انا جمعت في السلايدز دي اشهر البرامج علشان الناس بس تسمع عن اسماء البرامج دي. في حاجه اسمها الار، ممكن الناس مثلا ما تعرفش يعني ايه ار. الار دي لغه برمجه،
مشهورة جدا معروفة جدا، فلازم تعرف الموضوع ده. في برنامج الاس بي اس اس تقريبا من اشهر البرامج في الاستاتستكس، في الساس، في الاكسل، في الاستاتا، دي كلها برامج تقدر انك تشتغل عليها الاستاتستكس. طيب انا حطيت هنا البرزنتيشن دي ليه؟ علشان في ناس هتكتب لي في الكومنت تحت مثلا احنا عايزين الفيرجن بتاع الاس بي اس اس ولكن هو مدفوع، طيب احنا عايزين الاكسل ولكن احنا ما عندناش مثلا اكسس بتاع مايكروسوفت. فبالتالي يعني حطيت الحاجات دي كلها علشان تشوف افضل برنامج انت تقدر تحصل عليه، ويبدأ انك تماستر البرنامج ده ويبدأ انك تتعلمه بشكل احترافي. احنا هنستخدم ايه بقى في السلسلة بتاعتنا دي؟ هنستخدم برنامج اسمه جاموفي. ممكن ناس كتير سمعت عن برنامج اسمه جاموفي، هو حاجة قائمة على الار، لغة البرمجة بتاعت الار، حاجة مجانية، هنشوف بننزلها ازاي، حاجة ستريت فورورد، بجست بتحط التابلز، بتحط تختار الاناليسز، بتلاقي النتائج طلعت لك، يمكن الاعتماد على جاموفي في الاستاتستكس، يعني حاجة في قمة السهولة، وهنشوف الكلام ده في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية المقدمة بتاعت الباي ستاتستكس 101. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن الداتا تايبس. ما تنساش بقى تشترك في القناة، ونشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.